الحمد لله، نهار مزيان هذا ملي تنورو السكينة الكاموني بالمعلومة اللي هي حقيقية. بغينا نوصلوا المعلومة اللي ربما الناس هادو إشاعات، يقول الرئيس يخرج يقول لهم هادوك ما بغاوش يصوتوا على حي السعادة وما تيعارضونا. قول لي سير راجع وراقك السي الرئيس، لأن الناس راه شافتك ما تتخدمش البلاد وما تتسيرهاش، ومشاو لك جاو لك من الاحرار اللي هو الحزب ديالك، اللي هذه هي مهزله لك، بالنسبه لك انت مهزله. جاو عندنا، جاو المعارضه وتصوتوا ضدك 15 واحد، اللي هنا 6 جوج استقلاليين، 4 ديال العرشانيين، والباقي من عندك، وتهز يدو ضدك انه عرفك السي الرئيس راه انت ما غاديش على صواب، عرفك بانك فيك عندك خروقات. واللي تزيد اللي تكثر هو ان انت عندك الغياب ديالك اكثر من الحضور، اللي خلي مؤسسه وبلديه على قدها ما تحضرش. ما انا راه فوق دابا 3 شهور ما شفتك، وراني حطيت عليك تندير لك. ربما انا خدمتي هذيك كمعارض، راه عندي فيديو تنقول لك السي الرئيس راه 3 شهور ما شنا، قلت لي نشوفك في القهوه. فين هو الغياب ديالك اللي هو القانون مادة 20 من قانون تنظيمي؟ إلا 10 و10 أيام تيتم فيك العزل. هادي راه تنتبت عليك السي الرئيس، وأنا غادي نواجهك بها، والحمد لله اللي وفقني. وأنت ما بغيتيش تخدم البلاد، تجي تبقى كذبتي في التصريح ديالك، راه كذبتي يا صاحبي، راه كذبتي. تتقول لي عطيتهم اللوائح، ما عطيتيني لا لوائح لا والو، حتى حاجة ما عطيتيها ليا، وكاين بالدليل في الفيديو وكل شيء، والسلطة الرقابة راه كان، والمحضر تكتب كما كان، ما نبغيش فيه. هذا من الخدمة، من الخدمة ديالكم، تبقاو ديروا هذوك التلاعبات. أنا غادي نزير معاك الحبل وتنطلب من العداوي، اسميتها خويا زينب العداوي، مجلس الأعلى الحسابات، راه كلف الملك نصره الله وطول ليه العمر ديالو الله يشافيه، كلفك باش تقومي بالمهام ديالك. وقومي بالمهام ديالك، راه الكاموني مهمش، اللي هو قريب من الرباط. اجي راني درت فيديوهات على يا رمب اطريق هنا فوق 4 الكسايد في السيمانه، والنقطه السوداء في اقليم خميسات، هذه من معروف عليها. وما بغيتيش تجي تصاوب لنا هذا الشيء كله محفر. البطوار الناس راه الحم خانت، يوكلوا لنا الناس باش يمرضوهم. خروقات لا حتى حاجه ما كاينه، كله اللونصا فينا هي الخدمه ديال اللونصا تجي لينا. وراه هذا راه غياب، غياب هذا المسؤوليه ديالكم، والمواطن تيمرض مسكين. فين هذا الغياب ديالكم اللونصا؟ باقي البطوار خدام، قد خد البطوار قديم خدام. واش هذه المصيبه؟ ما عرفتش انا واش كاين شي شنو، ما فهمت حاجه. والبطوار الجديد ما فيه لا معايير، تجي لونصا دير فيه واش معايير صحيه، معايير دوليه، راه حنا راه تنلعبوا راه في العالم، راه الناس تجينا السواح من العالم. واش غادي تبقى تكور وتعطي العور؟ انت فين فينك اش ذاك الرئاسه؟ ما قاسي بحال هذاك السيده، راه كاين الناس باغين عندهم غير على بلادهم. ما كنتش عارف سير بحال هذاك، زيد تقول انا ما قادش على هادشي. واش بغيتي؟ راه كاين الناس راه موجودين الحمد لله، واش غتبقى تحمقنا؟ راه حنا مستشارين معاك اصاحبي، راه ما بغيناش تدل بلادنا، راه انت عيشنا معيشة الساكنة معيشهم في القهرة، ما كاين لا معامل، ما كاين لا مصانع، ما كاين حتى حاجة. وتجي انت تقول يا ندير مقبرة، واش بان لك المقبرة عندك فيها باقي فيها 4 الكتارة تتقلبها من انتبهش ولا؟ كدير انت مقبرة فكر، بدل التفكير ديالك، بدل الافكار ديالك، ندير معامل. راه الاقتصاد تاع المدينة خاصة تبازي عليه هي، راه خاص المدينة تدخل الضرائب ديالها. واش اللي جاي مستثمر وصاحب الجلالة نصره الله في الخطاب ديالو تيقول استثمار ندخلوا، وانت تجي عندك هنايا تبقى تعاود لي هذاك المحاجيات الخاويين ولا؟ شركة النظافة هذيك راه ما شركة ما والو، واش داير معنا في دفتر تحمولات 5 الكاميون؟ المهم خاص يعطيني الحقيقة، داير فيها مذكرة، عطيني الحقيقة. راه ما مادام الحقيقة راه ما تنشوف حتى حاجة. قلت لي 5 الكاميونات هذه من هنايا العمال، تنشوف كاميون واحد تيمشي ويجي ولا؟
وتتعاطي لها ب 450 مليون ولا شحال البسالات. راه درت لها حساب انا درتها بيني وبين تخسر 5000 درهم في النهار، 5000 درهم مضربه في 354 حيت الحد حيت 54 سيمانه 54 نهار تبقى 300 150 مليون وتبقى الارباح ب 350 وراه خاصك الله يرضى عليك السي الرئيس. راه هادشي علاش قلت لك شوبها تماك، انا عارفك تتقلب على شي حاجه الله اعلم، ولا كنتي صريح واجهني بالوثائق ديال شكون تي منعك، شكون تي منعك راه مستشار خاصك تعطيني وانا في البيئه وخدم معنا مزيان الله يرضي عليك، خدم معنا مزيان ولا ما كنتيش قاد تسير سير بحالاتك. تنقولها لك تنقولها لك، كاين الناس اللي قادين، حنا راه بغينا نزيدوا بالمغرب القدام ما بغيناش نردوا لورا اللور. وسعادة هذيك راه هذيك راه مصيبة عظمى، هذيك مصيبة عظمى. هذا السيد جايب لي اللائحة وما بغاش يوريها لي، بحال اللي تيقول لي بحال اللي تنشك فيه انا. انا مستشار ولا جاي نناقش معاك نعطي نسيني نزيد على ما شايف شكون هم صحاب الله. واللي صوتوا معانا الحمد لله جات الاغلبيه من عندهم واتحدوا معانا، قالوا بان الرئيس ماشي على صواب، ان كان شي حاجه اللي شوبها تماك. ما صوتوش الحمد لله رجال وبغاو بغاو الخير لبلادهم، ماشي بغاو الشر، بغاو يعطوا الناس بقعة ديالهم. وقال لي اعطينا اللائحه ونصوتوا معاك، وكانوا مقتنعين بان صوتوا، كانوا يقراوا اللائحه ويدرسوها. لا دير دراسه ومصادقه، انا قلت طرحت عليه سؤال قلت لي شنو هو المعنى الدراسه والمصادقه، انا ما فاهمش، ما بقدرش يشرحني واش هذا برلماني، هذا مستوى، هذا انت تجيب باغي الله يرضى عليك السي الرئيس، راه جوج برلماني ورئيسة المجلس الاقليمي ووقفتهم ما بغاوش يعطوني اللائحه، وهذا هو اللي على راس الاقليم. وانا كانوا صراحه كون عطاونا الاوراق ديالنا يقول لك نوض السي بوعزه مستشار من حقك، راه انت هما راه في التشريع راه في قبه البرلمان هاد الجوج هادي، يقول لي راه من حقك الفصل 27 من الدستور المعلومه وعطيو الناس وعلقوا اللائحه وما جاوا بغا قال لك زودنا جايبين محامي ما عرفنا واش عندنا محكمه ولا شنو، خابر شكون عطاك انت هاد الخبير، ولا تيكذب جمع الناس قال لهم من المحكمه خرجوا لنا رئيس المحكمه، واش ما خرجوا لي لا رئيس المحكمه لا والو، جايبوه مخلصوه بريفي خاص، قالك محلف، هي محلف راه عرفنا محلف، وتجيب محلف وجيب لنا صاحبي من المحكمه، مادام كان جوج دواسا هما عندي هنايا جوج قرارات ناس داعينهم، مادام انا في المحكمه ما تدخلش ليه لا من بعيد ولا من قريب. اعداد تصميم تهيئه عنده غارات تماك، نقولها لك عندي شبهه قداش انه ترفض، ما عرفت واش ترفض وما عطاني حتى الوثيقه، ما عرفنا حتى حاجه شنو هذا التصميم هذا، واش انا مستشار نجي باغي يدوز هو تترشق ليه نعس وحلم وجاي قال نمشي عندك المستشارين نجمعهم وندوز عليهم هذه، واجيب لنا الوثائق اصاحبي راه خاصني نعرف شنو كاين، واش هذه راه انا نمشي معاك راه كانت جرده وبدلتيها راه تنمنعوا ليك، كانت دوزيام ايربليس المهم جوج طبقات وتعطي فيها انت اربعه طبقات راه تخالف القانون، ما تخالفوش لله في سبيل الله، كاين مقابل نقولها لك نيشان، وجيب لي حط لي وجيب لي التصوير الطبوغرافي وداك راه مكتوبه تماك قال لك بالطياره، وعاطينو 32 مليون دراسات مكتب الدراسات 32 مليون 50% ديال الجامعه و50 مليون ديال الداخلي، وهذا راه تنصابو طياره هذه، وانتم لقيتوا الدراسه في المكتب وتتخبطوا الفلوس ولا؟ انا قلت معنا نيشان تماك فين تمشي الفلوس؟ درس معايا ونعرف انا واش تقام عليك، انا نجيب لك نقوموا عليك ب 4 ملايين، انت فين مشات 60 مليون؟ وتلقاو هذوك الناس اللي خدامين عاطي ولد خالته وبنت عمته علاقه عائله تيدوز لي هذاك الشيء ساهل تيدوز ساهل، راه غادي نطلب من الدوله من وزارة الداخليه بانها تعيد دير اعاده النظر في الدراسات مكتب الدراسات هذا، وفين تتمشي الفلوس؟ وما تبغيناش حنا بغينا الفلوس بغات الدوله، ما تبقاش تاكلوا فلوس تاع الدوله، راه حنا باغيين المعقول هو غير المغرب يزيد لقدام، والله ينصر سيدنا، حنا بغينا سيدنا تيوصل المغرب يزيد لقدام، حنا تنخدموا لاولادنا ما تنخدموش لروسنا، المستقبل تنضربوا، الا كانوا يفكروا يضربوا 100 عام كيفاش يولي المغرب، ماشي يبقى يفكر هو يخشي وعاود يخشي، ورا بقينا خشي وعاود خشي راه غادي نهرسوا هذه البلاد هذه. النقطة السادسة والأخيرة تتعلق بتحويل الاعتماد. وتحويل الاعتماد هذاك واش باغي، وفين فقط لي هذا الفائض؟ فين فاضل ليه يقول لا دار شي مشروع هنا الا كملوا
نقول لي راه فاض لك هاد الفلوس، منين فاضوا لي هاد الفلوس؟ ها السوق النموذجي ما كملوش، ها الجرده ما كملهاش، ها البطوار ما كملوش، ها الشانطي ما كملوش، ها الضو ما كملوش، فين فاض لك؟ قول لي فين فاض لك؟ هذا سؤال وتنوجهه للرئيس يجي يجاوب عليه، يدير لي الرد، فين فاضلك هاد الفائض اللي انت جاي باغي تحوله؟ السلام عليكم.